بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد سعيد ووزني 135 كيلو، وبعاني من مشاكل صحية بسبب زيادة وزني. وبصراحة بقالي فترة طويلة بتابع الدكاترة، عشان يعني نويت إن أنا أعمل عملية للتكميم أو تحويل مسار حسب اللي ينصحني بيه الدكتور. وكنت متابع أكتر من دكتور، وشفت الدكتور كريم على التلفزيون. بعد ما انتهت الحلقة دخلت على الانترنت وكتبت اسم الدكتور، ودخلت شفت الجروب وشفت العمليات اللي الدكتور عملها، وشفت تعليقات الناس اللي كانت الردود كلها. بصراحة ارتحت جدا، وقررت ان انا يعني اختار الدكتور كريم ان انا اروح اعمل معاه العملية. وفعلا توجهت للعيادة وقابلت الدكتور، وكانت مقابلته مريحة جدا. واشتكيت له من بعض مشاكل عندي مؤثرة معايا، في عندي تقريبا ارتجاع او حاجة زي كده. والدكتور طلب مني بعض الفحوصات والمناظير عملتها، واكتشفت ان انا عندي حصوات مرارية مع فتق بالحجاب الحاجز. وبصراحة الموضوع كان بالنسبة لي، كنت بقرر ان انا الغي موضوع العملية يعني تخوف يعني. كلمت الدكتور ورحت له، والراجل بصراحة كانت مقابلته مريحة جدا بالنسبة لي. هون عليا ده كله، قال لي كل الأمور دي بسيطة وإن شاء الله نعمل العملية كلها في وقت واحد. وارتحت الحمد لله، ونويت إن شاء الله النهاردة هعمل العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعدة هي عبارة عن الخطوات بتاعتها. أول خطوة احنا بنفصل الدهون دي عن المعدة باستخدام جهاز الليجاشور، زي ما احنا شايفين كده بنفصل بيه الدهون عن المعدة من بداية المعدة، من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الوسطة دي. وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعدة حتى نهايتها، لحد ما نوصل لفوق خالص عند عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة امريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم ادخال جهاز البوجي الى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. احنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو اقصى اليمين. الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي احنا شايفينه متحدد، ده اللي احنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الامريكيه المستخدمه في يعني عمليه التكميم. بنطمن طبعا ان المعده مش ضيقه على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه، او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعده بالوضع الاتي. وبنبدا عمليه تصغير المعده الى ان يتم تصغير المعده بشكل كلي الى ان نصل الى نهايه المعده. بعد ما بناخد طبقة تانية من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقة تانية من يعني التقوية للدبابيس، بنحاول نطلع المعدة بالصورة اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعدة بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج. بعد اخد الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس، بنطمن على ضغط العيان، بنطمن ان مفيش نزيف، مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب. بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنت قبل العمليه صورت، ووعدت ان انا بعد العمليه اتكلم واقول ايه اللي حصل معايا.
انا اللي انا فيه دلوقتي انا بعتبره حلم، انا مش مصدق طبعا، لو حد حكى لي عمري ما هصدق ان اعمل 3 عمليات تكميم معدة وفتق في الحجاب الحاجز وعملية استئصال للمرارة، وبعد ساعتين بس اكون بصور، وكمان كنت بمشي من اكتر من ساعة مشيت الحمد لله، وده يرجع الفضل لله وللدكتور كريم. بحمد ربنا على اللي انا فيه دلوقتي، وبشكر الراجل ده مرة تانية، لانه قبل اي شيء هو حد خلوق وانسان، ربنا يكرمه. واي حد بيفكر ان هو يعمل العملية ما يترددش، لانها مع الدكتور كريم بسطها كأنها يعني عملية بسيطة جدا، وبشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. من تجربة تكميم المعدة، احنا النهاردة عملنا يعني تكميم معدة مع اصلاح فتق حجاب الحاجز مع استئصال مرارة بالمنظار. طبعا المرارة لو فيها حصوات واحنا هنعمل تكميم عشان ننزل بيه وزننا، ولازم نشيل المرارة مع التكميم في نفس السيشن، لان هي عملية بالمنظار، نفس الدخلة بتاعت المنظار، نفس الفتحات، يمكن ما زودناش حتى جرح ولو صغير عشان نصلح فتق حجاب الحاجز او نصلح المرارة مع عملية تكميم المعدة. طبعا احنا يمكن الاعادة للنشاط الطبيعي او الريهابليتيشن ما بعد العملية هي فترة قصيرة جدا. يعني يمكن كان زمان لو بنعمل عملية الفتح الجراحي، يعني هنعمل تكميم وهنعمل فتح الحجاب الحاجز وهنشيل مرارة بالفتح الجراحي، كنا قعدنا فيها يعني يمكن 2-3 على ما نقوم نعيد نشاطنا للوضع الطبيعي. لكن الحمد لله احنا شايفين تجربه يمكن الحمد لله ناجحه، يعني ما بعد العمليه في خلال 2 ساعة تقريبا او يمكن يزيد شويه او اقل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه بطب عين شمس. والحقيقه طبعا النهارده احنا بنديكوا يمكن امل في جراحات السمنه المفرطه في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه زي السكر وزي الامراض المصاحبه للمعده زي الفتاق في الحجاب الحاجز. استاذ احمد هيشرح لكم شويه حاجات عن يمكن التجربه الناجحه بتاعته في خلال 6-7 شهور، احنا عاملين في نهايه شهر 1 على اول 2. الحمد لله يمكن هو هيحكي لكم بقى عن شويه حاجات ايجابيه، يعني يمكن تديكم امل في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه. اتفضل استاذ احمد، ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ الله يخليك. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، انا يعني مهما اقول مش هقدر اشكر الدكتور كريم على كل الايجابيات اللي انا اخذتها من العمليه. اولا انا عملت 3 عمليات، انا عملت عمليه تكميم معده وعمليه المراره، وكان عندي مشكلة في الارتجاع، والدكتور بعد الفحوصات كان لازم نعمل شبكة للمنطقة المريء واللي هي عملية الارتجاع دي. فطبعا أنا كنت في الأول متخوف من موضوع أن أنا أعمل أجري أكتر من عملية، والدكتور هون علي الموضوع أنه قال لي يعني دي هتبقى عملية واحدة، يعني نفس نسبة الشفاء هتبقى واحدة. وفعلا أنا تقريبا دخلت العمليات الساعة 12 بالليل، أنا الساعة 4 بالظبط كنت مغادر المستشفى تاني يوم. يعني قعدت في المستشفى تقريبا ما يقرب من 6 ساعات بس. اول نقطه، ودي للامانه انا ما اخدتش دواء السكر من بعد العمليه بيوم، الى الان انا الحمد لله ما اخدتوش نهائي. الوزن بتاعي في خلال الثمان شهور او يمكن اقل من 8 شهور نزلت تقريبا في حدود 50 كيلو. طبعا انا عندي راحه دلوقتي في اكثر من حاجه، اولا في اللبس، في النوم، في المعيشه عموما. انا شخص ثاني غير اللي كان داخل العمليه. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. مهما انا اشكرك. الله يخليك. الله يخليك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك. الله يخليك. شكرا.
مساء الخير على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا في كل مكان. حلقة جديدة وساعة هنقضيها مع حضراتكم، واحب دايما يعني او بحب دايما اتكلم في البداية مع السيدات لان هم النص الحلو في المجتمع، واللي يقول غير كده يبقى غلطان. كتير قوي من الستات لما بتبقى مش واثقة في نفسها او بتبقى حاسة ان هي مش راضية عن شكلها بمعنى اصح، او حاسة ان هي مش حلوة او في حاجة ناقصاها، بيبقى عندها الحساسية، بتبقى حساسة شوية حبتين زيادة يعني عن اي واحدة تانية. تبص تلاقيها بتاخد كل الكلام على محمل الجد، يعني حتى لو الكلام بيتقال قدامها بهزار مثلا او حد بيهزر معاها بكلمة ولا بتاع، تتضايق وتتقمص بمعنى اصح. يعني كلمه انها تتقمص دي كتير جدا من الستات لما بتبقى مش واثقه في نفسها كده ومش حاسه ان هي حلوه ومش مبسوطه من شكلها، تلاقيها على طول بتزعل من اقل حاجه. اي كلمه تتقال تاخدها على نفسيتها، تلاقيها بتتنرفز بسرعه، خلقها بيضيق وبتبقى متضايقه. حتى لو جوزها بيهزر معاها تروح جايه زعلانه. لو اي حد يعني مثلا بيبقوا قاعدين في مجموعه وتلاقيهم بيتكلموا كده مع بعض اتنين على جنب، تقولك ده بيتكلموا عليا، ده مش عارفه ايه، ده اكيد، ما هو انا شكلي عامل ازاي، ما هو انا مش عارفه ايه. بتلاقيها بتوصل لمرحله الانعزال، بتبقى عاوزه تنعزل، مش عاوزه تخرج، مش عاوزه تشارك في الحياه الاجتماعيه. وكتير جدا من المشاكل الزوجيه بتحصل بسبب الموضوع ده. يقول لها عندنا فرح، تقول له لا مش رايحه. مش رايحة ليه؟ لا أصلا أنا شكلي وحش، ما مش هروح. يقول لها عندنا مناسبة أو متجمعين تجمعات عائلية، لا ماليش مزاج أروح. وتحصل من هنا بقى مشاكل كتير جدا بسبب إن هي مش واثقة في نفسها، حاسة إن هي مش مبسوطة، وهو عاوزها تبقى تشارك معاه في المناسبات الاجتماعية، فيحصل مشكلة بين الزوج والزوجة بسبب الموضوع ده. مهم جدا ومش مش 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 رفاهيات ولا كماليات في الحياة انه الست تبقى حلوة وتهتم بنفسها. وفي ناس كتير جدا بتقولك يا احنا فاضيين، ايه الكلام ده، ايه مش عارفة ايه. لا الكلام ده موجود والكلام ده حقيقي، وناس كتير جدا بتبعت رسائل بسبب ان هي مش مبسوطة او مش راضية عن شكلها او عن وشها بمعنى اصح. واكتر حاجة بتتبعت واكتر حاجة الستات بتعلق عليها هو ان وشي فيه مشاكل، وشي فيه هالة سودة، فيه تجاعيد، انا حاسة ان انا كبرت، شكلي اتغير في الكام سنة الاخرانية بعد الحمل والولاده والخلفه والشغل وبتاع، شكلي حاسه ان انا حاسه ان انا كبرت مع ان انا صغيره في السن مش كبيره. مشاكل كتير بقى على يعني على نفس الشكل ده يعني، واعمار مختلفه بتبعت رسائل كتير جدا، من اول سن 20 سنه و15 سنه كمان بيبعتوا ساعات، من اول سن 15 سنه لحد بقى 80 90 سنه. كله بيقول انا وشي فيه مشاكل. احنا النهارده هنتكلم عن كريم السحر والجمال، وفعلا هو كريم السحر والجمال لانه قدر يحقق نجاح كبير جدا في فتره بسيطه، وقدر يخلي ستات كتير جدا راضيه عن شكلها، عندها ثقه في نفسها، مبسوطه جدا بوشها وبطلتها وفرحانه بنفسها، قدر يحليهم ويغير في شكلهم. احنا النهارده هنتكلم عن ماسي دورو جولد، وهنشوف ايه هي المفاجآت اللي عملها لنا شركه ماسي فارم مع ضيفتنا العزيزه اللي بسعد بلقائها دايما، دكتورة دينا أبو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة دينا؟ أهلا وسهلا بيك يا يوم. كله تمام؟ كله زي الفل. يعني الكلام الكتير اللي أنا قلته ده أكيد بيعدي عليكي طبعا منه كتير بقى، صح؟ بس أنت بقى على طول دايركت بقى بتتكلمي يعني مع صح. مع الناس. بشوف مشاكل كتيرة، ستات كتير بتعمل مشاكل في بشرتها، مش بس في السن الكبير، من السن الصغير. إيه المشاكل اللي أنا شفتها كتير مع ستات في مصر عامة يعني؟ البقع. كله بيشتكي ان وشي فيه بقع، وشي فيه اثار حب شباب، وشي تحت عيني يا دكتوره دينا اسود ومتضايق قوي من شكلي، وشي فيه تجاعيد. هي دي المشاكل اللي بتقرق معظم الستات عندنا. كريم ماسي دورو جولد رقم واحد في العالم. كريم ماسي دورو جولد فعلا من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، اللي قدر يعالج كل المشاكل دي بعبوه واحده. يعني انت عندك مركز تجميل قاعد معاكي في البيت، مركز تجميل قاعد معاكي في البيت. أيوة. حلو التعبير ده. انت بتجملي نفسك بطريقه سهله ومش محتاجه لا مجهود ولا وقت ولا اللي هو ايه انا هاخد ميعاد عشان اروح مركز تجميل، طب اشوف ميعادي اللي في الشغل ايه. لا انت قاعده
في البيت بتحلي نفسك وبتجملي نفسك بطريقه بسيطه بكريم ماسي دروجولد. ازاي بقى يعني انا هعمل ايه وانا قاعده في البيت هحلو ازاي من غير ما مجهود كده وانا قاعده مدلعه نفسي كده؟ وشي هيتغير ازاي؟ هيتغير لان كريم ماسي دروجولد الكريم الوحيد اللي فيه 56 مكون. كريم ماسي دروجولد متصنع بالذهب. كريم ماسي دروجولد فيه كافيار، فيه كولاجين، فيه فيلر، فيه ماده بتشتغل زي البوتوكس اسمها اسيتال هيكسابيبتايد، فيه كولاجين، فيه بانسينول، فيه ماده السيراميد. فازاي مش هتحلوي؟ يعني انت بتحطي 23 عنصر فعال جدا في بشرتك يوميا، مش هتحلوي ازاي؟ كلنا هنحلو بماسي دروجولد لانه اولا بيديك نتيجه النضاره من اول دهنه. ما هو كتير بيقولك طب انا اضمن منين يعني ان هو هيحليني كده ويخليني حلوه كده ويعمل كل الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي؟ ما هو مش منطقي برضو ان كريم بالفخامه دي وبالذهب وفي 56 مكون من جميع انحاء العالم، اغلى وافخم المكونات اللي اتعملت واللي اتعمل عليها ابحاث. ده السيراميد ده لوحده لو بتدخلوا على جوجل تكتبوا اتعمل عليه ابحاث كتير جدا انه اثبت يعني ان هو بيعالج البشره. ف 56 حاجه محطوطه في علبه بتاع كريم كنت اقول لك علبه بتاع يعني علبه كريم بتحطيها كل يوم على وشك، صح؟ تغذي بيها وشك يوميا، صح؟ ازاي بقى مش هتحلوي؟ لا يمكن. ازاي يعني لا يمكن؟ لا لا. حاجه مش منطقيه انك انت ما تحلويش او تعالجي المشاكل. سهل قوي ان احنا نعمل جوجل سيرش فعلا زي ما انت قلت يا يمنى على كل المكونات. لو هتكلم في المقام الاول الذهب اللي معروف بيه ماسي، الذهب مهم قوي على البشره. الذهب بينشط الدوره الدمويه جدا فبتشوفي نتيجه النضاره من اول دهنه. الذهب بيشتغل على الميلانين فبتلاقي ان الهالات السوداء اتعالجت، تلاقي ان البقع اختفت، بتلاقي ان البشره كلها لون واحد. عندك الذهب بيشتغل على التجاعيد. الذهب كله انتي اوكسيدنتس، مضادات اكسده، بتقدر تلتهم الخلايا الحره وتمنع تعجيز البشره. عندك الذهب بيشتغل على الكولاجين، بيقدر يحفز انتاج الكولاجين من طبقات الجلد السفليه. الذهب بيخلي البشره في تجدد دائم. انت يعني ايه بتستخدمي ماسي وبتصغري 10 سنين؟ لان الذهب بيحفز لك على انتاج خلايا جديده، فالخلايا الجديده اللي بتنتج خلايا ناعمه صحيه ما فيهاش شوائب، فشكلك بيصغر. الذهب بينظف الوش، بيشيل كل السموم والشوائب والاكربه من على البشره. من غير بقى ما تعملي جلسات تنظيف ولا جلسات مش عارفه ايه ولا خلص الحاجات اللي زي ما قلت لك عمليه تجميل انت سوري مش عارفه مركز تجميل معاكي في البيت. عندك العنصر الثاني الاساسي اللي الهوليوود ستارز اتكلموا عنه، نجمات هوليوود، الكافيار. الكافيار تفتيح عالي جدا. الكافيار انتي رينكل، بيعالج التجاعيد. الكافيار بيحفز على انتاج كولاجين، السيلف كولاجين اللي من خلايا الجلد السفليه. الكافيار كله احماض امينيه واوميجا ومعادن، هو بيض السمك مستخلص من البحر. الكافيار كله يود، فانت عندك برضو دي نتيجه الكافيار على البشره. ايه بقى نتيجه السيراميد؟ ان السيراميد على فكره مهم جدا. السيراميد الماده دي موجوده اوريدي في بشرتنا وزي الكولاجين بيتكسر بعد 25 سنه. السيراميد المسؤول انك انت وشك ما يلتهبش ابدا، ما بيخليش البكتيريا تخش بشرتك وتعمل لك التهابات وبقع حمراء. ده السيراميد. السيراميد طبعا. والسيراميد ليه ميزه تانية مهمه قوي، انه بيعمل فيس ليفتنج، بيشد الجلد. عندك ماده الفيلر اللي هي موجوده في الحقن اللي احنا كلنا بننزل نحن، مش كلنا، انا ما بحقنش، لكن في طبقه كبيره جدا من الستات بتستخدم الفيلر وبوتوكس. فاوريدي ماسي دروجولد فيه فيلر، مش هتحتاجي تحقني اصلا. عندك ماده الاسيتال هيكسابيبتايد، الماده دي موجوده في ماسي. الماده دي بتشتغل زي البوتوكس، بتعمل ماسل ريلاكسنت، فانت مش محتاجه تروحي اصلا تحقني. يعني التجاعيد اللي بتبقى هنا ثابته دي، في ناس بتوصل لمرحله ان مش مثلا لما بتعمل كده بيطلع لها تجاعيد، لا ده خلاص بتبقى معلمه اتحفرت بقى. وهنا دي ده النيزولابيال ده دي لما انا استخدم ماسي فتره هتروح من غير ما احقن؟ بس انا يعني بقول التجاعيد الثابته بحتاج استخدم علبتين مثلا عشان تروح نهائي. لكن التجاعيد اللي مش ثابته بتروح تماما. انت عندك زي ما قلت لك كل المكونات دي بتشتغل على التجاعيد. التجاعيد الثابته اللي بقى لها فتره، عشان كده بقول يا جماعه ما نستناش التجاعيد تطلع، انا استخدمه من وانا عندي 20 سنه حتى لو ما عنديش تجاعيد. هم بيقولوا لك من بدري 20 سنه دي؟ لا والله يعني بيقولوا لك بدري ان ليه استخدم حاجه وانا ما عنديش مشاكل؟
هو ده المعتقد يعني. هو طبيعي ان الكولاجين بيقل والفيتامينز بتقل والسيرامات بيقل وكل الحاجات دي بتقل من على البشره. فانت على فكره بتقل من 20 سنه ولسه طبقه سطحيه ما يعني ما بتشوفيهاش بالمرايه بالعين المجرده، لكن اوريدي عندك ديبليشن عالي جدا. فانا استخدم ماسي اعمل بالانس، انا احفز الكولاجين بتاعي من اول وجديد، احفز السيرامات بتاعي من اول وجديد، احفز الهيالورونيك اسيد من اول وجديد. فانا استخدمه من سن 20 سنه. الفاين لاينز التجاعيد التعبيريه بتروح خالص مع ماسي دروجول. التجاعيد العميقه الثابته حتى لو استخدمنا علبه واحده بتحسن الشكل بكميه كبيره جدا، بتحسن شكل التجاعيد العميقه. يعني التجاعيد البسيطه هتروح 100% هتروح تماما مع الاستخدام ومع الوقت. ده مع العملاء عندي حصل كده يومنا، حصل فعلا طايرين بيقولوا لي يا دكتوره دينا انا فعلا ان انا افكر ان انا انزل احقن. في ستات ما بتحبش الحقن خالص، ان هي كل ست شهور تشكشك وشها وتحقن. قلت لها يا دكتوره دينا بجد شركه ماسي عملت لنا منتج سحر وجمال فعلا. ان انا اوريدي التجاعيد التعبيريه راحت خالص. على فكره هو بيدي نفس تاثير الحقن اصلا. طبعا طبعا يعني بيدي الملوى بتاعت الوش دي، الخدود الناس كلها بتسال عليها. ايوه الخدود، هو بيعمل خدود. دكتوره دينا انت مع خدودك دي انت حقنه؟ اقول لهم يا جماعه انا حاطه ماسي دروجولد. انا بحط ماسي دروجولد بس، ده كتير. ولو قعدتي تحلفي من هنا للصبح لا ما بحقنش خالص. فكان هو بالنسبه للبق هو ما بيتحطش في البق، لان هو بيقول لي عايزين فوليوم. ان شاء الله قريب بقى يمكن بعد كده نعمل عايزين حاجة. عايزينكم تعملوا حاجه كمان للشفايف عشان الستات برضو سون. بس مش دلوقتي يعني، ما حدش يكلمني في تليفوني امتى بقى. سون وخلاص، مش قريب بالظبط. طيب يعني هو بيعمل نفس تاثير البوتوكس والفيلر للناس اللي مش حابه تحقن. خدودك هتبقى حلوه مورده، التجاعيد مش هتبقى موجوده، الاحساس ان انت حقنه هيبقى موجود. يعني بيشوفك هيقول لك انت وشك متغير، وشك محلو، بس مش هيفهمه هو في ايه، لان في حقن بيبان ساعات قوي بيبان قوي. عشان كده طبعا انا بنصح ان احنا لو حقنا نعرف ال 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 الانجريدينت ايه، والدكتور اللي بيحقن يبقى شاطر. تمام. وهو في نفس مكونات البوتوكس والفيلر في نفس المكونات. والناس الستات او الرجال اللي بتحقن هو لا يتعرض خالص. بالعكس انا استخدم ماسي دروجولد مع الحقن لازم عشان اعزز مده الحقن واطول مفعوله لفتره طويله جدا. يعني بدل ما يقعد 4-5 شهور ممكن يقعد سنه وأكتر. لو استخدمت مع ماسي واكتر واكتر فعلا. انت ممكن تقعدي سنه ونص وسنتين اصلا مش هتحتاجي يعني. طب انا عاوز اعرف طريقه الاستخدام بتكون ازاي، وهل في يعني طريقه مفتكسه او موضوع يعني كبير قوي على الناس؟ اطلاقا ده كريم زي ما احنا شايفين على الشاشه، بنضغط 4 ضغطات على كف ايدينا وبنوزعه على الوش كله، فيري جنتل مساج لمده دقيقه واحده، ونحطه على الرقبه ونحطه على الفورهيد الجبهه وعند العين تحت العين عشان الهالات السوداء والرقبه بس. ده دينا زي ما احنا شايفين كده وشها بيلمع وشها احمر. مفيش ميك اب خالص وده نتيجه يعني تنشيط الدوره الدمويه يا يمنى. يعني ده بينشط الدوره الدمويه جدا، فبتشوفي النتيجه دي من اول دهنه. كلنا عايزين يبقى وشنا حلو كده على فكره. يعني انا عايزه يبقى وشي حلو من غير وانا غاسله وشي والناس كلها تقول لي الله يا دينا انت شكلك زي القمر وانا مش حاطه ميك غاسله وشي. ده احلى حاجه بقى. أيوة. الناس تقول لك ايه؟ لا بيقول لك ايه انت احلى من غير ميك اب، ده على طول بيقولوا لي كده. وانت كمان فعلا بيقولوا لك كده فعلا. يعني دي حاجه احساس لطيف جدا لما الناس تقول لك. طبعا حاجه بتبسطني جدا لما الناس تقول لا ايه ده انت احلى من غير ميك اب بكتير. ايوه. طب ما انا احلى من غير ميك اب ليه؟ لان انا مهتمه ببشرتي. انا لو على الميك اب اللي انا بحطه في التصوير كل يوم ده والشمس والحاجات اللي بتحصل دي كان زمان وشي باظ خالص. يعني بجد لو انا ما بستخدمش ماسي كان زمان فعلا وشي اتاثر بشكل كبير جدا، وزي ستات كتير قوي. يعني ده كمان في ناس بتخرج في الشمس الصبح وبترجع في الشمس برضو، يعني بتخرج الصبح في الشمس. أيوة. وبترجع في الشمس، والاكل اللي بنقف نعمله ده ما هو بيطلع صهد على وشنا برضو. صح. الخسيه والتخن، الولاده، كل ده بيأثر على وشنا. النفسيه كل ده بيأثر على وشنا. والاكل اللي مش صحي، والاكل اللي مش صحي، والسموكينج، وعدم شرب، كل الحاجات دي. على فكره احنا اللايف ستايل بتاعنا فعلا يعني ممكن كتير مننا بينسى يشرب ميه، كتير مننا بياكل جانك فود، كتير مننا جدا ما بينامش كويس. فطبيعي اي واحده زي القمر وشها يطفي. ده اكيد يعني، ده اكيد. فالواحد لو ما اهتمش لا طبعا وشه كان هيتبهدل خالص. كان بجد والله العظيم لو ما فيش ماسي يوميا. أيوة. الواحد كان وشه هيتبهدل، لانه ده 56 حاجه بتغذه غذاء. انا بحس ان هو غذاء للوش بجد. طبعًا والله طبعًا. يعني بتحطي 56 عنصر مهمين جدا من اهم العناصر العالميه بتغذي كل يوم وشك بيها.
فانت بتعملي لا ده انت بتحمي فعلا، بتعملي حمايه طبعا. يعني هو تجميلي علاجي في نفس الوقت ووقائي كمان، هو على طول ماسي دروجول تجميلي وعلاجي ووقائي في نفس الوقت. طب احنا عاوزين نعرف السكس اكشنز بتوعه، ايه هي الوظائف او ايه هي المشاكل اللي بيعالجها ماسي دروجول؟ سكس اكشنز مكتوبين على كل علبه. اول حاجه انتي رينكل يعني بيعالج التجاعيد. تاني حاجه انتي ايج بيحارب شيخوخه البشره لانه بيحتوي على مضادات اكسده. ثالث حاجه وايتنينج بيفتح البشره، بيعالج الهالات السوداء، بيعالج البقع. مهم قوي التجاعيد اللي عند الرقبه او الرقبه الغامقه الكلف اللي بيحصل هنا بيعالجها. موسترايزنج بيعمل رطوبه، وحلو قوي ان انا وشي مترطب مش عايز اي حاجه، انا وشي مترطب يعني في نضاره تحفه. بيعمل نورشنج من الاول دهنه يعني نضاره، واخر اكشن الفيس ليفتنج بيشد الجلد كمان من غير اي تدخلات جراحيه او حتى خيوط يعني. الناس تحس بالنتيجه من امتى؟ يعني المشاكل تبدا تتعالج من امتى؟ اكيد انت هتستخدمي ماسي دروجول يوميا طبيعي انك هتشوفي تحسن اول شهر، بس مش النتيجه النهائيه اول شهر. كل شهر بتشوفي تحسن على الشهر اللي قبليه. انا بحب ادي رينج، فعشان كده بقول ما نستعجلش على النتيجه، بعد الشهر الرابع هتشوفي نتيجه تحفه على بشرتك سواء سيده او رجل يعني. فانا بحب اقول بعد الشهر الرابع على طول بتشوفي نتيجه حلوه بالنسبه لعلامات التقدم في السن. بالنسبه النضاره وشد البشره على طول من اول استخدام. طيب برضو بيقولوا لك ايه؟ طب انا لما خلاص العبوه تخلص وانا اتعالجت الحمد لله وشي بقى حلو زي القمر، يعني هل وش هيرجع يبوظ تاني؟ يعني هو يعني هم يقصدوا ايه؟ انه هل تاثيره نفس تاثير مده الفيلر والبوتوكس، بيقعد شويه وبيروح؟ لا خالص. لا 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 لا، هو ماسي دروجولد تاثيره فعلا دائم. لان يعني بيقعد البشره فتره طويله جدا. ليه؟ ايه الفرق بينه وبين الفيلر والبوتوكس؟ انت الفيلر والبوتوكس بتحقني ملي تحت الجلد الفيلر. وكل يوم الملي ده الكومبوننت او بيروح. فانت بعد انت خلاص تعودتي ان وشك بعد الحقن انت بتشوفي نتيجه اون ذا سبوت على طول مع الحقن. بعد شهر شهرين تبتدي تبصي في المرايه، لا هو ما بانش زي الاول، بس انت خلاص اتعودتي على الوش المفروض اللي من غير تجاعيد. انت اول شهر على فكره او تاني شهر بتشوفي بقى ايه، خلاص الكميه قلت. فانت بعد الشهر الخامس بتتجنني عايزه تنزلي تحقني. ماسي دروجولد العكس، انت كل يوم بتحقني بشرتك بماده الفيلر. فانت كل شهر بتشوفي تحسن في الفيلر في التجاعيد اكتر، لغايه العلبه هتقعد معاكي 6 شهور. تعالي اتفرجي بقى بعد الشهر السادس وشك اتغذى جدا واتملى ال 120 ملي فيهم فيلر. فانت مش ممكن هتحتاجي بعديها على طول خالص. لكن اوريدي انا بقول عندي عملاء اللايف ستايل بتاعهم بالنسبه للستات بتستخدم ماسي، وقبل ما العلبه بتخلص بترجع تعمل ري ابلاي، هي حبته. يعني انت عارفه خلاص بتبقى ادكت للبرودكت، يعني انا عايزه اعيش عليه، يعني انا عايزه طول ما انا قاعده اهتم ببشرتي. ايه المشكله ان انا استخدم ماسي؟ حتى لو وشي اتعالج استخدميه وقايه بقى، مش مشكله. وعلى فكره بعرض ومش بعرض مش فارق معاهم بالنسبه للعملاء. لا خلاص هي ما بتفرقش مع اللي جربه وبيحبه جدا وجايب معاه نتيجه، هي ما خلاص ما بتبقاش بتفرق. اولا يعني منتج ايطاليا يمنى. المصنع انا زرته، مصنع روعه يجنن، واخد شهادات عاليه جدا. الكيميائيين انا حضرت تصنيعه، الباكج التصنيع، الاجهزه اللي صنعت ماسي، التعقيم حاجه فوق الممتازه. فاوريدي فعلا ماسي دروجولد منتج فخم ومن اقوى منتجات التجميل في العالم. وعلى طول شعارنا انك انت هتستخدمي ماسي دروجولد هتصغري 10 سنين. ازاي انا اصغر 10 سنين؟ ان انا بعالج كل علامات التقدم في السن. انا النهارده مثلا عندي 55 سنه، وشي بان عليه بقى الكبر شويه. اتصوري، خلي الصوره معاكي، اتصوري قبل ما تستخدمي ماسي وبعد وكل شهر كده ايه اتصور. صوره بالظبط، وخلي بقى الشهر السادس شوفي صوره تانية، شكلك ايه ده؟ ايه الفرق ده؟ تجاعيد مفيش، هالات سوداء مفيش، بقع مفيش، دارك سيركلز مفيش، شد بشر، هتشوفي الشكل اختلف جدا جدا. هو سحر فعلا زي ما بنقول، هو كريم السحر والجمال، هو بيعمل الحاجات دي كلها. هي عبوه واحده يا دكتوره دينا عشان نوضح للساده المشاهدين ان هي ال 120 مللي، خلي عايزاكي تمسكيها لهم كده، هي مش كذا حاجه عشان في ناس كتير بتقول لي هي كذا حاجه جوه العلبه دي. لا هي عبوه واحده فعلا. هي دي العبوه يعني. انا أوكي. هي دي العبوه. 120 مللي، هو اوتومايزر يعني بالبخاخ، محدش يفتحه عشان ولا نحط ايدينا جوه عشان ساعات ايدينا بتبقى فيها اتربه، مش عايزين نلوث البرودكت. بس اربع ضغطات مش اكتر من كده، محدش يقول لي 15 ضغطه. هي دي علبه 15 ضغطه ازاي؟ دهب بقى، عارفه دهب بقى، يلا بقى. بس ده مش صح. لا طبعا، لان اوريدي ماسي البشره بتمتص منه يوميا 5% من 100، مش اكتر من اربع ضغطات هتكفي الوش والرقبه.
هي دي العلبه، هي علبه واحده ما فيش عبوات صغيره، 120 مللي كورس كامل هيكفيك 6 شهور. ما هو كتير بيقول لك طب اعملوا لنا حاجه صغيره بسعر اقل. يعني قلنا كتير الكلام ده. لا يا يمنى، العلبة العبوات الصغيره مش هتعالج تجاعيد. انا بقول لك هنعالج تجاعيد من غير فيلر، من غير بوتوكس، من غير حقن، من غير عمليات تجميل. مش هتتعالج ب 20 مللي، لازم تاخدي كورس. وبعدين صح، مش احنا اللي اقرينا الكورس ده، الكيميائيين اللي في ايطاليا اللي صنعوا ماسي دروجولد، اولا هم صنعوه في 6 سنين ابحاث، هم اللي قالوا في السنه السادسه لازم الكورس يتاخد 120 مللي. يعني تكون بالحجم ده عشان تعالج المشاكل كلها. وبعدين لازم تفرحوا، يعني ده البتاع بيبقى قد كده، علبه الكريم بتبقى قد كده قد كده. أيوه. تلاقي العبوه كبيره من بره وحلوه. أيوه. وعظيمه جدا، تفتح تلاقي حاجه صغننه كده جوه قد كده، وبتبقى غاليه جدا وما بتقعدش مع الواحد شهر ولا حاجه. ممكن مثلا عميل عندي تقول لي يا دكتوره دي انا عايزه استخدمه انا وبنتي، ينفع علبه واحده؟ عشان هي دلوقتي هي معاها المبلغ بتاع العلبه الواحده. قلت لها مفيش مشكله، بس قبل ما العلبه تخلص بتاخدي العلبه الثانيه عشان تقسميها عليك انت وبنتك كمان. فانا بنصح العبوه تبقى لشخص واحد عشان اشوف النتيجه. طيب احنا عندنا تقرير هنروح له ونرجع نكمل كلامنا مع الساده المشاهدين. ماسي دورو جولد، خبراء العناية بالبشرة، قبل التحدي وقررنا نخوض تجربة صعبة جدا لاختيار نماذج وشخصيات من الناس، وكمان صعبة في توقيتها لأنها ببساطة بترصد تأثير الكريم على البشرة على مدار سنة كاملة. فريق عمل ماسي عمل التقرير ده في 12 شهر. حاجة صعبة مش كده؟ أنا عندي مشاكل كتير قوي في بشرتي، وجربت حلول كتيرة وما نفعتش، لحد ما شفت إعلان ماسي درو جولد فقررت ان انا استعمله، وباذن الله هيجيب نتيجه كويسه. عندي مشاكل كتير في بشرتي، استخدمت علاج كتير ما جابش معايا اي نتيجه، صاحبتي نصحوني استخدم ماسي درو جولد وان شاء الله هستخدمه واوريكم النتيجه. انا عندي مشاكل كتير في بشرتي، فاصحابي نصحوني استخدم كريم ماسي درو جولد وان شاء الله هستخدمه هيجيب معايا نتيجه جيده. كان هدف التجربه اظهار تاثير الكريم مش بس على موديل جميلة، لا كمان الهدف الأكبر إنه يظهر تأثيره على نماذج عادية بتحلم بالشباب الدائم والرضا عن مظهرها وشكلها. بعد استخدامي للكريم لمدة 6 شهور حاسة بتحسن رهيب، وإن شاء الله هستمر عليه لغاية ما أرجع بعمري 10 سنين ورا. ونصيحة لكل السيدات يستخدموه. الحمد لله بعد استخدامي للكريم بست شهور حاسس بتحسن اكتر، وان شاء الله بعد ما اخلص الكورس هرجع بشكل 10 سنين فاتوا واكتر. انا استخدمت كريم لمده 6 شهور والحمد لله جايب نتيجه كويسه جدا معايا وهايله، وبنصح كل ست تجربه وهتحس اكيد بالفرق جامد، ولسه هكمل الكورس. الفرق واضح جدا بعد استخدام ماسي دورو جولد، واكيد زي ما هو معروف ممكن استخدامه على الوجه والرقبه، وكمان ممكن نستخدمه على أي جزء من الجسم محتاجين إنه يظهر بالشكل اللي بنحلم بيه. بعد استخدام الماسي دور جولد على وشي هي دي نتيجة، وأنا راضي عليها جدا، بس اكتشفت إن في فرق كبير بين إيدي ووشي، فعشان كده إن شاء الله هستخدمها على إيدي. نماذج مختلفة اختارت ماسي دور جولد، وأكيد جه الدور عليك علشان تقرر استخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دي النتيجة اللي أنا وصلت لها وأنا راضي عنها جدا، وبنصح كل الناس يستخدموه. بعد استخدام الماسي دورو جولد لمدة سنة حسيت بنتيجة مبهرة، وبنصح كل الناس باستخدام ماسي دورو جولد. بعد استخدام الماسي دورو جولد هي دي النتيجة أنا راضي عليها قوي، وبنصح كل السيدات باستخدامه. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. ماسي دورو جولد 10 سنوات أصغر. طبعا التقرير اللي احنا شفناه ده جايب شرايح مختلفة بقى بأشكال مختلفة وأنواع بشرة مختلفة،
وطبعا هما بنشكرهم لانه ما فيش حد بيرضى يقول ان هو بيستخدم ماسي, او ما فيش حد بيرضى يقول عامه ان هو بيعمل اي حاجه, يعني الناس يعني ما بتحبش تقول قوي. فاعتقد ده رد على ناس كتير بتقول ان انتوا بتوع ناس معينين, يعني ناس كده مش احنا, لا خالص, ناس تانيين باطلاقا يا يمنى. يعني عايز اقول لك انا بتابع الاوردرز كل يوم بنفسي. احنا موجودين في كل طبقات المجتمع, موجودين في كل محافظات مصر, مفيش محافظه ما جربتش ماسي درجولد بالنسبه للستات او رجال, موجودين في فئات المجتمع بالنسبه للسيدات بتشتغل تستخدم ماسي درجولد, سيدات عاملات, نجمات مجتمع, عالميات, سيدات طلبات منزل, فكلهم بيستخدموا ماسي ورجال درجولد. رجال كتير اوريدي, واحنا اوريدي حققنا نجاح بالنسبه للرجال. يعني عندك رجال كتير الفيدباك بتاعهم روعه. يعني رجال كتير اولا ما بتحبش تروح مراكز تجميل, ما بتحبش قصه الحقن الفيلرز, استخدمت ماسي على رجلهم التجاعيد, على رجلهم البقع, وعلى رجلهم الهالات السوداء, وشد لهم جلدهم وادى شكلهم لوشهم نضاره عاليه قوي. يمكن زمان الرجال يمكن يقول لك ايه, انا اهم حاجه جسمي, واحنا داخلين صيف والفورمه الساحل وقاعد في الجيم على طول, فورمه الساحل ايوه. فهو دلوقتي بقى عنده ثقافه العنايه بوشه كمان. يعني على فكره وش الراجل مهم طبعا جداً. اكيد طبعا, يعني الكاريزما بتاعته مهمه اكيد. الكاريزما مهمه بالنسبه للسيدات وبالنسبه طبعاً للرجال طبعا. طبعا الكاريزما دي اللي هو يعني تدخل على اي حد كده ايه يقول واو ايه الجمال على طول كده, صح, يعني ينجذب ليك من اول. وبالنسبه للست كمان حلوه, احنا كمان انا كسيده يعني لو شفت بنت شكلها حلو طلعت حلو ببص عليها بقول ما شاء الله البنت دي اموره اكيد. فلازم الكواليتي بتاعت الجلد يبقى حلو, ولازم مع فعلا مع استخدام ماسي دروجولد كل الستات تحلو, هيبقى عندها كاريزما وطلة عالية جدا جدا جدا. طيب التواصل معاكم بيكون ازاي بقى؟ يعني الناس تقدر تحصل على منتج ماسي دروجولد ازاي؟ منتج ماسي فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه. مش هتلاقوه في الماركت, يعني كتير يقول يا دكتوره دينا احنا هننزل كوزماتيك معين هنلاقي ماسي دروجولد, لا عايزين نحصل على ماسي دروجولد عندنا كذا رقم موجود على الشاشه, تقدروا تتكلموا على اي رقم من الارقام, منتج ماسي بيوصل لحد باب البيت. اوريدي عندنا مناديب في جميع محافظات مصر, الكول سنتر متواجد لخدمه عملائنا 24 ساعه 7 أيام في الاسبوع. فوانس لك عملتي الاوردر ماسي دروجولد بيوصل في نفس اليوم او ماكسيمم 24 ساعه لو محافظه بعيده شويه. يعني في محافظات كمان وقرى وحاجات كده بتطلب ماسي كتير. قرى ايوه في قرى وفي مراكز وفي نجع. فرحيني اصل الحاجات دي بتفرحني, بحس ان يعني قدرنا يعني نوصل يعني فكره انك تهتمي بنفسك دي يعني للناس كلها. طبعا الفكره دي ما كانتش موجوده من كام سنه على فكره. طبعا يعني كان كل الستات كده يعني ايه اقول لك ايه مش مهتمه او ما يعني, لكن الكلام الكتير عن فكره الاهتمام بالنفس وانه ده بيعلي الثقه في النفس ولازم تبقي حلوه ولازم تبقي مشرقه ولازم وقدرنا نوصله أيوة للناس. مهم قوي. يعني على فكره الجمال ده بالفطره بالنسبه لاي ست, مش من فئه معينه, كلنا عايزين نبقى حلوين, وده ربنا خلق لنا فينا ان احنا عايزين نبقى جمال. يعني ففعلا بقى في كل طبقات المجتمع بالنسبه للسيدات كلها عايزه تبقى حلوه ولنفسها مش قبل اي حد. وسيدات كتير كمان عايزه تبقى حلوه تقولي انا جوزي مسافر, الدكتوره دي بعتوا لي النهارده عشان جوزي جاي أيوة كمان 3 شهور وحياه ربنا, فانا عايزه اخليه يشوف الفرق. حلو ده. طبعا طبعا طبعا. جاي بقى عامله له نيو لوك هيتفاجئ بقى. ده فعلا حصل. فبتقولي لا يعني هو لا بعد 3 شهور عدى انت صغرتي, انت شكلك بقى قمر مش عارفه ايه, انت استخدمتي حاجه. فقالت له ماسي دروجولد. والحلو ان هو قال لها خلاص انا هجيب لك ماسي على طول. على فكره احلى كادو دلوقتي بالنسبه لعيد حب, بالنسبه لعيد زواج, عيد ميلاد, اي اعياد, عيد ام, عيد فطر, رمضان, اي حاجه, اي حاجه هيدونا اي هدايا في اي وقت. هو ماسي دروجولد حلم اي ست على فكره دلوقتي. يمكن بقول الستات مختلفة في ان هي تحب تقتني شنطة غالية, شنطة براند معين. سيدة تانية لا انا دماغي في الجزمة التلو مش عارفة ايه, لا انا دماغي في براند, لكن كلهم بيجتمعوا ان لازم صح الحاجات دي تبان بوش حلو. صح. طب ماسي منتج مرخص كمان عشان الناس اللي بتبقى يعني عاوزة ضمانات اكتر او تطمن اكتر. ماسي طبعا مرخص مش من جهة واحدة, من 3 جهات. اول حاجة مرخص من وزارة الصحة المصرية, تاني حاجة مرخص من دول الاتحاد الأوروبي,
ثالث حاجه مرخص من الامارات حكومه دبي. يعني ماسي درو جولد امن جدا، ملوش اي اعراض جانبيه خالص. وبالنسبه للسيدات الحوامل مهم جدا ان انا استخدم ماسي درو جولد من بعد الشهر الثالث، حتى لو لسه ما ظهرش ليا كلف. انا استخدمه كوقايه وكنضاره لبشرتي. يعني للحوامل ما فيش فيه اي مشكله بعد الشهر الثالث. بالظبط بالظبط بالظبط، ما فيش اي مشكله خالص. طيب انتوا عاملين مفاجاه حلوه قوي، وانا شايفه حاجات كتير كده قدامي. وانا قلت اجل المفاجاه للاخر شويه. ها عاملين عرض كده، ايه بقى ايه 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 الحاجات الكتير دي؟ شركه ماسي بتقدم مفاجاه تحفه. عرض من نوع خاص جدا، ان مع كل علبه من علب ماسي درو جولد بنقدم اربع منتجات تجميل فور فري، الاربعه هديه مجانا، وكل منتج فيهم اغلى من التاني. فعلا هو المنتجات غاليه وفخمه، ومفيش ست مننا مش هتحتاج منتج فيهم. طب قولي لي بقى، هتديني ماسي كده على جنب، ماسي اشرحي لي بقى هو ده ماسي. خليني انزل بس دي كده تحت عشان ابتدي اشرح. ايوه قولي لي بقى ايه اللي الناس هياخدوه هديه مجانيه لما يشتروا علبه ماسي درو جولد؟ اول حاجه بحب ابتدي بيها الوايت ويلو لوشن. وايت ويلو لوشن، وايت ويلو لوشن. لو الكاميرا جابته الوايت ويلو، امسكه في ايدينا عشان يبان اكتر، عشان حاجات كتير حلوه. اوكي ده وايت ويلو لوشن. الوايت ويلو لوشن ده تفتيح هايل جدا. يمكن ماسي درو جولد طبعا بيفتح البشره. يقول لي يا دكتوره دينا انا عايزه حاجه للاماكن الداكنه في جسمي. ده للجسم بقى، ده للجسم طبعا. اوكي بيفتح السنسيتيف ارياز، الاماكن الداكنه في الجسم تحت الابط، الركب. في كتير بنات يبقى رجليها بيضه وركبها سمره شويه، فبيقدر يفتح كمان منطقه الركبه، الكوع، الكعوب، كل الحاجات دي، وبيخلي الجسم لونه كويس جدا. كمان بيعالج الكراكت سكن، يعني بيعالج التشققات الموجوده في الكوع او في الركبه او في الكعب. مفيش مشكلة، عايزين نستخدمه على وشنا برضو بعامل مساعد مع ماسي، مفيش أي مشكلة، وبيفتح البشرة وبيقدر يعالج أثر حب شباب ويعالج هالات سودا. بس طبعا ماسي هو رقم واحد لعلاج المشاكل التفتيح. أوكي لكن مع وايت ويلو نستخدمه للجسم، حلو قوي. طب حلو قوي، عشان كان في ناس كتير قوي بتقول عاوزين ما عندكوش حاجة للجسم للأماكن الغامقة، أهو وايت ويلو هتاخدوه هدية مع ماسي درو جولد. والحلو كمان ان هو لوشن مش كريم، عايزه احطه يعني خفيف خفيف. مش كريم، يعني ما بيسيبش اي اويلز على انا احطه والبس على طول. فهو لوشن، فدي حاجه حلوه قوي. يتحط ايه، مره او مرتين في اليوم، ما فيش اي مشكله، ممكن مره واحده بالليل او الصبح. النتيجه بتاعته تبان بعد قد ايه؟ يعني ابدا احس ان ركبي كفتح من اول 10 ايام استخدميه كل يوم، هتشوفي ركبه العلبه هتقعد 3 شهور. حلو قوي، من اول 10 ايام تشوفي نتيجه حلوه جدا. دي اول هديه طالعه مع ماسي درو جولد وايت ويلو، منتج تفتيح الجسم كله. حلو قوي الموضوع طبعا ده. طبعا فور فري فور فري، انا بحب اول حاجات انا احب الحاجات الفور فري دي. طيب تاني حاجه بقى ايه؟ صابونه كالوليت. هي دي الصابونه، دي صابونه كالوليت. ده اللي بيها بقى اوكي. ده علاج هايل للحبوب. يقول لي يا دكتوره دينا انا وشي فيه حبوب، استخدمي صابونه كالوليت. في ساليسيليك اسيد، في التي 3 اويل، كل الحاجات دي انتي بكتيريال، بيعالج البكتيريا المسؤوله عن الحبوب وبيعالج الحبوب. حلو قوي. في سيدات ورجال عندهم حبوب في ظهرهم، استخدموه. في كتير سيدات او رجال احنا داخلين فصل الصيف بيبقى عندهم مشكله عرق، وبيبقى الريحه مش لطيفه قوي، لان في بكتيريا، هو بيقتل البكتيريا، هو فيري وايد رينج بكتيريسايدل، فبيقتل اي بكتيريا او اي فانجس. فصابونه كالوليت هايله للشاور كمان، وهايله لاي حبوب موجوده في الوش او الجسم. حبوب النشطه، الناس اللي عندها حبوب حمراء لسه، هو اوريدي في ساليسيليك اسيد بيعالج الحبوب. وفي كوجيك، وفي ويت جيرم اويل، في تي 3 اويل، فكل الحاجات دي موجوده. ولافندر ريحتها حلوه قوي. والبشره الجافه تقول لي يا دكتوره دينا ده الصابونه دي هتنشف بشرتي؟ هو ما بينشفش، لان هو فيه كمان الزنك اوكسيد. طيب دي تاني هديه طالعه مع عبوه ماسي درو جولد. يبقى احنا كده عندنا وايت ويلو لتفتيح الجسم كله، عندنا كالوليت دي صابونه بتضيع الحبوب والكلام ده كله، دي هدايا فور فري. طب تالت حاجه، تالت حاجه سكرو فات. السكرو فات ده مهم جدا لاي ست، او بالذات الستات يمكن بيطلع لها سيلوليت. يعني ستات كتير عندها مثلا في منطقه الارجل سيلوليت. هايل ستريتش ماركس الستات الحوامل. بعد ما بتولد بيبان قوي عندها في منطقه البطن ستريتش ماركس. الناس اللي بتخس وبتتخن، تخس وبتتخن، بتبتدي في دراعاتها
ستريتش ماركس عند السمانه ستريتش ماركس فاوريدي السكرو فات مهم قوي لعلاج الستريتش ماركس هو كله يعني ايه الكومبوننتس الموجوده كولاجين والاستين الستريتش ماركس والسيلوليت نتيجه فقد الكولاجين والالاستين بنعوضه بالسكرو فات يعني اي واحده عندها ستريتش ماركس سيلوليت الحاجات المزعجه دي اللي بتضايقنا كلنا تستخدم سكرو فات على المنطقه اللي مضايقاها على المنطقه اللي مضايقاها حلو قوي طيب ده انتوا جايبين حاجات جامده قوي طبعاً هدايا جامده قوي بجد والله لا لسه على فكره من الهدايا ما خلصتش طب لسه إيه؟ عندنا نايرينا اوكي نايرينا ده خاص للسيدات والبنات فقط ده غسول فيمينن غسول غسول مهبلي مهم قوي ان هو بيبقى بكتيري سايدل بيقتل اي بكتيريا موجوده او اي فانجس بيدي تماما على الكانديدا ليه ميزه مهمه قوي انه بيعمل تايتنينج او بيشد العضله فدي ميزه حلوه قوي لغسول نايرينا بالذات للستات اللي بتولد طبيعي كتير اربع حاجات كلهم الستات محتاجاهم طبعا يعني احلى من بعض بصراحه والثلاثه دول على فكره رجال طبعا ده دول الحاجات دي تنفع للرجال طبعا بس كل حاجه فيهم احنا فعلا محتاجينها محتاجينها بجد واختيار موفق ان انتوا يعني مختارين لكل مشكله عليك. حاجه هديه طبعا مع ماسي درو جولد ده الوش بقى كله والمشاكل كلها والتجاعيد والحاجات دي كلها نهتم بالجسم كمان طبعا طيب تقولي بقى تاني العرض الجديد العرض ان احنا لو اخذنا ماسي درو جولد بيطلع معهم اربع منتجات فور فري هديه اول منتج فيهم وايت ويلو لتفتيح كل الجسم والاماكن الداكنه اللي في الجسم وكمان علاج اي تشققات موجوده في الجسم عندنا صابونه كالوليت مهمه جدا 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 للحبوب النشطه وناخده للشاور كمان بيبقى حلو قوي ومناسب لجميع انواع البشره عشان ما بيقولوش البشره الدهنيه بس عندنا سكرو فات ده للسيلوليت والستريتش ماركس عندنا نايرينا ده خاص للسيدات فقط مهم جدا 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 غسول مهبلي للسيدات والبنات طيب هايل جدا الحاجات دي الاربع حاجات دول هيطلعوا فور فري مع كل عبوه ماسي دورو جولد اذا طلبتوها هتاخدوا الشنطه دي هي بتبقى في شنطه كلها شنطة مع بعضها شنطة. هتاخدوها فور فري يعني مفيش دلع اكتر من كده لا طبعا مهتمين يعني بتحب تدلع قوي عملائها الحقيقه ده هايل يعني انا اتبسطت قوي فعلا لما شركه قالت لي على الاوفر ده قلت بجد هيبقى اوفر حلو قوي واعتقد كل الناس دلوقتي هتبقى مبسوطه ان هيجي مش كادو واحد اربع كادوهات وعلى فكره اصلا البرودكتس دي غاليه جدا يعني مش برودكتس طبعا مرخصه كلها من وزاره الصحه وكلها مرخصه من وزاره الصحه المصريه وهتطلع فري كادو من الشركه فمفيش احلى من كده طبعا طيب في بقى حاجه تانية خالص انا عايزه اتكلم عنها لان هي مهمه جدا ماسي هير ايوه ده حبيبي ماسي هير بجد مع ماسي هير جولد طبعا يعني ده المنتج خاص بالشعر منتج والعنايه بالشعر طبعاً. سواء للرجال او للسيدات طبعا هايل طبعا طبعا بجد عن تجربه هو ماسي هير يمكن كتير من عملائنا يقول لي ايه دكتوره دينا احنا عايزين منتج للشعر كلنا عندنا مشاكل في شعرنا ستات ورجاله ماسي هير بيعالج تساقط الشعر يعني هو السكس اكشنز مكتوبين على العلبه اول اكشن ستوب هير لوس كتير مننا بيعاني بنسرح شعرين حتى لو مش بنسرحه احنا قاعدين بنلاقي شعرنا على الجاكيت بنلاقي شعرنا على المخده فاوريدي من اول اسبوع انت بتستخدمي فيه ماسي هير وقف تساقط الشعر تماما عندك استيميليشن للجراي جروث بيوقف تساقط الشعر وبيطوله ويتقله اهم حاجه يطوله دي يطول الشعر دي ويتقله يعني كتير تقولي ايه شعرها باين هو تقيل من هنا بس بينزل على مفيش بيبان شعرها خفيف وهي شعرها تقيل لان اوريدي شعرها مقصف فبينزل على مفيش لا وبعدين فكره انك قصي طب قصي شعرك طب انا هقعد اقص فيه طب ما هروح فين ايوه صح ما انا بقصه ما بيطولش طب وبعدين بيطول في الحته دي وما بيرجعش يطول تاني طب ايه الانجريدينتس الموجوده في ماسي هير المكونات اول حاجه الكافيين الكافيين هايل لتطويل الشعر عندك الروزماري مهمه قوي لان الروزماري بيأخر نمو الشعر الابيض دي ميزه من مميزات ماسي هير الحقيقه دي ميزه مهمه جدا عند ناس كتير طبعا وكمان بنات سن صغيره شعرها بيبيض بسرعه عندك الستوب قلنا الستوب هير لوس عندك الجنسنج الجنسنج برده ماده مهمه قوي عندك البيوتين موجود في ماسي هير بيوتين غذاء قوي جدا البصيله عندك مستخلص الصبار برده موجود في ماسي هير فمستخلص الصبار برده هايل لتنعيم الشعر وتطويله وتتقيله عندك البانسينول مرطب هايل
الحلو كمان في مسيهير، اولا هي عبوه 200 ملي هتكفي 6 شهور دايركت على الشعر، يعني ماسي دور جولد على ايدنا وبعد كده بنوزع. ماسيهير انا برشه على الشعر كله على واقعد اركز في فروه الشعر مهم قوي. اولا كل المكونات متصنعه بطريقه النانو تكنولوجي. انا عاوز اعرف ايه النانو تكنولوجي، يعني ناس كتير بتسمع النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي، النانو تكنولوجي دي ما متصنع بيها ماسي دور جولد ودلوقتي ماسيهير كمان الاثنين. هي دي احدث طريقه لتصنيع اي مصادر تجميل او اي منتجات تجميل، ان كل العناصر اللي فيه صغيره جدا فبتخترق البصيله كمان توصل للبصيله نفسها. يمكن كتير سيدات ورجال عندهم سبوتس خفيفه شعرها كله تقيل بس الحته دي خفيفه اوريدي، هي البصيله موجوده بس تعبانه عايزه غذاء، عايزه ترجع تتلكك يعني. ايوه بتتلكك فاحنا بنصحصحها بماسيهير. يعني ماسيهير اوريدي الكومبوننتس بتقدر توصل للبصيله وتخليها تنتج وتنتج شعر قوي وصحي وبيلمع. مهم قوي انا شعري طويل قصير وات ايفر انت قصتك ايه شكله بيلمع يبقى فيه شايني حيوي في حيويه يبقى فيه حياه. ده بيحصل فعلا مع ماسيهير. وماسيهير انا عايز احطه على الشعر كله انا ما عنديش مشكله لانه ما بيزيدش، بالعكس انت ممكن تروحي بديه بخيتين هنا وبخيتين. ايوه انا بعمل كده على الشعر كله، بعمل كده قبل ما اعمله باستشوار، قبل ما تعملي باستشوار عشان يحمي من سخونه الاستشوار والبيبي ليس على شعرك. بيحمي جدا، بيعمل كوتينج على الشعرايه وبيخلي الشعرايه اسمك من يعني فعلا بيخلي الشعرايه اسمك فبيبان انك مركبه اكستنشن. لا وبيبان شعر تقيل، يعني بيبانش ان هو خفيف كده و يعني في شعر تحسيه مش مسحلل كده. ايوه هي مسحلل دي اللي كنت غريبه عادي انا بقول لا عادي يعني فعلا الشعر ده يعني بصوا الشعر لما بيبقى كده فوليوم كده بيدي بيبقى جميل طبعا. فوليوم مش خشن، مش اللي هو يبقى يعني مجعد او كده، مش هايش سوري ما يبقاش هايش، لا فوليوم مع حيويه طبعا ده بيبقى حلو جدا طبعا. الرجال كمان هتتبسط قوي من ماسي هير ده لان يعني في ناس كتير بين اللي هي واقفه في النص اللي هي شعرها اللي هم ما يقدروش يزرعوا خلاص عندهم شعر ما طلعوش تماما لدرجه ان هم يزرعوا ومش عارفين بقى يعملوا ايه، يعني يروحوا يعملوا ايه يعني، فده هيناسبهم قوي طبعا لو هم لسه عندهم شويه شعر صغيرين يعني. طبعا طبعا ده شويه على طول بقول نلحق قبل، لو انا مش عايز ازرع شعر كاني رجل يعني انا مش عايز الجا لزرع شعر الحق بماسيهير ما دام لسه عندي الشعر بس خفيف فالحق بماسيهير. طبعا انا بقول مع الصلع التام انا بزرع شعر وبستخدم ماسيهير مع الزراعه ده مهم جدا. لكن انا شعري خفيف انا مش عايزه ازرع الحق بماسيهير. ماسيهير مش بس منتج علاجي، منتج وقائي كمان مع الجلسات. في ناس بتحب تعمل جلسات لشعرها الحاجات البلازما ومش عارفه ايه الحاجات دي كويس هو طبعا مع زي ماسي درو جولد مع الناس اللي بتعمل فيلر يتحط برضه لا يتعرض اطلاقا فمناسب جدا مع الناس السيدات والرجال اللي بيحبوا يعملوا جلسات على شعرهم كمان. طيب ماسي هير ما بيتغسلش عشان نعرف الناس ان هو مش اسمه ايه اللي هو مثلا مش حمام كريم كده او زيت او زي حمامات الكريم والحاجات دي بيتحط ويتغسل، لا هو وفهميهم بقى ان هو بيتحط على ازاي. ماسي هير بيتحط من 4 لـ6 بخات يوميا على شعر ناشف وبيتحط وبيتساب ناشف بيدي نتيجه احسن. انا ما بغسلوش بعديها انا بسيبه على شعري، بس انا احنا داخلين على صيف بنصح ان احنا على الاقل نغسل شعرنا مره كل 3 ايام لازم عشان انت عارفه لما الشعر بيبقى مزيت وزيوت كتيره بتكتم على فكره بتكتم فروه الراس وتلاقي الشعر بيقع لانه بيكتم الفروه. فانا بقول ان احنا نغسل شعرنا مره كل 3 ايام وبنستخدم ماسي هير يوميا. احلى حاجه فيه انه هيأخر نمو الشعر الابيض وهيطلع شعرتين في البصيله الواحده. وفي حاجه حلوه كمان انك انت لما هتخلصي استخدام ماسي هير الشعر ما بيرجعش يقع زي منتجات حلو. موجوده فانت هو اوريدي منتج مش اعتمادي اللي هو ايه ده شعري رجع وقع تاني اكني ما عملتش حاجه. لا ماسي هير ما فيهوش الماده دي فانت هتستخدمي مره هيفضل شعرك قوي وحلو وما بيقعش وبيطول وجميل. وانا شايفه كمان انه حتى لو ما عنديش مشكله ايه المشكله ان انا استخدمه يعني طبعا يعني مهم اصل الشعر ده من الحاجات يعني المهمه جدا اللي هي لازم الاعتناء بيه لازم اهتم بيه جدا جدا. طيب ماسي هير معاه برضو العرض بتاع ماسي درو جولد؟ ماسي هير برضو لو هنعمل اوردر بماسي هير بتطلع معاه شنطه كل الجمال دي الكل جمال اللي هي الاربع برودكتس نفكر الناس بيهم بسرعه. اول حاجه الوايت ويلو ده بيفتح كل الاماكن الموجوده الداكنه في الجسم. عندي تاني حاجه صابونه وايت ويلو هايله لعلاج الحبوب النشطه اللي في البشره.
صابونه كالوليت. صابونه كالوليت اه اوكي، مناسبه لجميع انواع البشره. اوكي، عندك السكروفا دي الكريم اللي بيعالج السيلوليت والستريتش ماركس، وعندنا نايرينا الغسول المهبلي للسيدات والبنات. طيب إذن إذ أنت أو أنت لو أخدتوا ماسي درو جولد أو ماسي هير هيطلع معاهم هدية فور فري مجانا لأربع منتجات دول. أنا شايفة أن ده عرض لطيف جدا. أنا بشكرك دايما كده، عروض حلوة كده وتدلع الناس كده. أنا بشكرك على وجودك معايا دكتورة دينا ضيفتي العزيزة يوم. دكتورة دينا أبو السعود. حلقتنا خلصت، تابعونا يوميا 3 عصرا، والقعدة بتكون 10 بالليل و12 الظهر تاني يوم، والحلقات كلها بتبقى موجودة على اليوتيوب. أشوفكم بكرة إن شاء الله وانتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معاكم يومنا طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of Maxi Doro Gold, your skin will look radiantly, softer.